سلام بنات، معكم شيوة وصفات أحلام أم هبة. غندير لكم دجاج مشوي في الفران. عندي واحد جوج دجاجات هنا متوسطات، وعندي الشرمولة ديالو اللي درت فيها قزبر ومعدنوس والثومة، عندي الحامض مصير، عندي البصلة غبرة، وعندي خرقوم، سكنجبير، وعندي الملح على حسب الذوق، ملوين. طبعا التوابل تيبقاو على حسب الذوق، كل واحد كيدير داكشي اللي مولف كيدير. نخلط دابا هادشي هكا، وغنشد الدجاج وغادي نحاول نخشي فيه داكشي مزيان هكا حتى في الجليده هكا، وندهنو مزيان. يعني انا غادي نرقدو وغنخليه واحد شويه حتى يشرب ديك الحشوه ديالو. غنشد هكا هاد الاخر حتى هو، وندهنو هكا بين الجلدة واللحم، ندخلو ديك الحشوة مزيان. صافي غادي نرقدو واحد شوية ونرجع لكم. دابا نبداو على بركة الله، أنا غنشويهم في هاد القراعي هادو اللي أنا عمرتهم بالماء. هاد القراعي كانوا عندي أنا ديال مطيشة، بعد ما ساليت منهم احتفظت بيهم على ود باش ندير فيهم هكا الدجاج. عمرتهم بالماء، وغنشد الدجاجة ديالي وغندير لها بحال هكا، يعني غنحاول ندخلها مزيان بحال هكا هكا. وغندير نفس الطريقة الأخرى تا هي، نشدها وندخلها بحال هكا. دابا من بعد ما صايبتهم أنا خويت شوية الماء هكا، ندخلهم دابا للفران ونخليهم يطيبوا. هاو من بعد ما خرجتهم من الفران شفتهم كي كيجيو زوينين. نات بعد ما حطيته في الطبق شفتوه كيجا، زينته بهاد الفلفله والزيتون والخيار مخلل، وهاد مطيشه درت فيها مطيشه صغيره درت فيها الهريسه